السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو بدنا نعيد شرح الباينوميال ثيوريم، لأنه بالمحاضرة النقاشية الأولى كان هيك في نقطة أنا حكيتها مش دقيقة ومش صحيحة، اللي هو في طريقة أنا حكيت إنها بتزبطش، لكن زميلتكم حكت لي على الواتساب عن إنه لا بتزبط الطريقة، وأشكرها على يعني الملحوظة هاي. والآن نعرض الأمور مرة ثانية. هسا عندنا A زائد B قوة N يساوي summation من k يساوي 0 لل n n choose k a قوة n ناقص k b قوة k. as a proof by induction، اول اشي n تساوي 1، صح راح تكون اللي هي a زائد b قوة 1 يساوي a زائد b. بعد هيك أسيوم حالة الـ n إنها صحيحة يعني، وبعد هيك بدنا نثبت حالة الـ n زائد 1. a زائد b قوة n يساوي summation from k equal 0 to n. وعلى فكرة أنا طورت شرحها وفكرت فيها، يعني راح نعرضها هسه بشرح أفضل من السابق. a قوة n ناقص k b قوة k. هسه بدنا نبلش نثبت الـ a زائد b قوة n زائد 1 إنها هسه كلام. الادعاء تبعنا اللي هو الإشي بدنا نثبته نكتبه إيش هو؟ a زائد b قوة n زائد 1 يساوي summation من k يساوي 0 ل n زائد 1 n زائد 1 choose k a قوة n زائد 1 ناقص k b قوة k. هذا اللي بدنا نثبته المطلوب. نبلش هسا عنا a زائد b قوة n زائد 1 يساوي a زائد b قوة n ضرب a زائد b. طبعا فصلناهم دي هيك القوس قوة n زائد 1 فصلناها الى قوة n ضرب قوة 1، السبب انه بدنا نستخدم الفرضية تبعتنا انها a زائد b قوة n تساوي summation. فبصير عندنا summation من k يساوي 0 لل n ل n choose k a قوة n ناقص k b قوة k ضرب ال a زائد b. هسه بندخل summation على القوس، بصير عندنا summation من k يساوي 0 لل n n choose k a قوة n ناقص k زائد 1 b قوة k. هاي جزئية ضرب a، هسه هاي أول حد. هسه بدنا نضرب b كمان، زائد summation من k يساوي 0 لل n n choose k a قوة n ناقص k b قوة k زائد 1. بس خطر لي طريقة لتفسير ليش إنه إحنا فصلنا terms، يعني إنه ليش هذا فصلنا منه أول term اللي هو k يساوي 0 وليش هنا فصلنا ال k يساوي n. هسا هاي تفسيرها كثير جميل ورائع. هسا أول إشي هدول الحدود اللي جوا summation هاد سميه a مثلا summation a وهذا نسميه summation b. هدول التنين في راح يكون في حدود مشتركة بينهم، تمام، باستثناء حدين. خلونا نشوف مين الحدين. عوض k يساوي 0 في الصميشن الأول، راح يكون عندنا بيطلع a قوة n زائد 1. هسه هون بالصميشن الثاني عوض k يساوي 0، راح يكون عندنا a قوة n ضرب b. فهسه لاحظوا هون انه ما فيش عندنا حد a قوة n زائد 1، ولو احنا ضلينا ماشيين عوض k تساوي 1 راح يكون عندنا a قوة n ناقص 1 و b تربيع. هسا هاي k يساوي 0، هاي k يساوي 1، نضلنا ماشيين لحد k يساوي n، راح يكون عندنا ال b قوة n زائد 1. هسا هدول هون k يساوي 0 و k يساوي 1، راح يكون عندنا k يساوي 1 اللي هي a قوة n b، وعندنا k يساوي 2 اللي هي a قوة n ناقص 1 b تربيع. نضل ماشيين لحد k يساوي n اللي هي راح تكون a b قوة n. فاحنا هيك بنلاحظ انه راح يكون عندنا ال a قوة n زائد 1 موجودة بالصميشن الاول موجودة بالصميشن الثاني، و b قوة n زائد 1 موجودة بالصميشن الثاني موجودة بالاول، فراح نفصلهم هذول لحالهم. بيصير عندنا summation a قوة n زائد 1 زائد summation من k يساوي 1 لل n
ان تشوز كا ان تشوز كا يقوى ان ناقص كا زائد واحد بقوة كا زائد سميشن كا يساوي زيرو لان ناقص واحد، لانه هنا فصلنا اخر ترم، يعني احنا راح يكون هدفنا نجمع الترمز المتشابهات مع بعض. فهسا احنا فصلنا الاشياء اللي مش راح تكون متشابهة بالمرة ففصلناهم. هسا عندنا كا يساوي زيرو لان ناقص واحد ان تشوز كا اي قوة ان ناقص كا بي قوة كا زائد واحد زائد البي قوة ان زائد واحد. وصلنا لحدين احنا مش راح يكون مشتركات جوا داخل السميشنز. هسا هدول السميشنز الاثنين بالضبط صاروا زي بعض، يعني زي بعض من ناحيه انه يعني هون احنا ماشيين في الحدود راح يكون في حدود متشابه، يعني هون مثلا شكلهم هم الاثنين في شكلهم زي هيك، اي قوه ار ضرب بي قوه اس، هيك شكل التيرم صح، يعني في كل واحد فيهم. هسا هذا الشكل راح يكون يعني في واحد منه هون وفي واحد منه هون، هذا راح نجمعهم مع بعض. بس اول شيء لازم نوحد يعني حدود الجمع. هسه لاحظوا عشان نوحد حدود الجمع يعني مين احنا بدنا نجمعهم مع بعض، يعني نعوض هون كي يساوي صفر. اول شيء نعوض هون كي يساوي واحد في الصمش الاول، نشوف كيف الشكل. يكون عندنا ان تشوز واحد وعندنا اي قوه ان بي، تمام. هسه هون نعوض كي يساوي زيرو، يكون عندنا ان تشوز زيرو اي قوة ان و بي، تمام. ففعليا السميشنز يعني حدودهم كلهم نفس بعض. جرب عوض كي يساوي اثنين وهنا كي يساوي واحد، نشوف هسه ايش راح يصير. كي تساوي اثنين راح تكون ان تشوز اثنين اي قوة ان ناقص واحد بي تربيع، وهنا راح يكون عندنا الكي تساوي واحد بس نعوضها، راح يكون عندنا ان تشوز واحد اي قوة ان ناقص واحد بي تربيع. فلاحظوا انه الحدود متشابهة، يعني السميشنز هدول زي بعض ماشيين، يعني راح نكون ناخذ الترم هذا عامل مشترك وبصير عندنا ان تشوز 1 زائد ان تشوز 0، ان تشوز 2 زائد ان تشوز 1، فيعني الامور كلها تمام. لكن احنا الشكل تبعهم مش ايش بيسموها، يعني السميشنز جاهزات اصلا ندمجهم مع بعض مباشره، لكن الرموز فيها اختلاف شويه. يعني انا لاحظ كي يساوي 0 هون كي يساوي 1، فبس احنا بدنا ندمج السميشنز لازم يكونوا لهم نفس الاندكس، فلازم نوحد الاندكس. هسا انا كنت حاكي انه سميشن واحد منهم اللي بيزبط انه تعدل الاندكس تبعه، لكن لا، بالواقع الاثنين اي واحد تعدل الاندكس تبعه بيزبط. هاي كانت الشغله اللي انا لخبطت فيها امبارح. هسا قلنا هذا السميشن A، تمام، وهذا السميشن B. خلونا هسا نعدل على سميشن A، بس امحي هذا الحكي اول عشان نكون يعني تحت مباشرة احنا بنكمل الكتاب بعدين. هسا هذا بيصير يساوي A قوة N زائد واحد زائد سميشن، قلنا نعدل A اول اشي، نجرب على اسلوب تعديل A والتنين راح يزبطوا زي ما حكينا. اكيد هيكون summation من k يساوي 0 لان ناقص 1 وهاي n choose k زائد 1 وهاي هون عوض ال k زائد، قصدي استبدل ال k ب k زائد 1 يصير ناقص k ناقص 1 يصير a قوة n ناقص k، وهاي راح تصير استبدلها ب k زائد 1 كمان يصير b قوة k زائد 1. طبعا الطريقة اللي انا شغال فيها زي هيك، يعني summation k يساوي 1 لك يساوي n. هسا انا بدي يصير يبلش من الصفر، فكل k جوا المجموع ايش بستبدلها، بستبدلها بk زائد 1، يعني زي هيك بعمل k زائد 1 يساوي 1 لك زائد 1 يساوي n. اطرح 1 بالجهتين يصير عندنا summation من k يساوي 0 لك يساوي n ناقص 1. هيك اشتغلنا احنا. هسا هون زائد summation، او خلاص خلينا نوحدهم مباشره مع بعض، يعني نجي هاي شوي على اليمين ونضيف الباينوميال كوفيشنت الثاني اللي هو زائد ان تشوز كا زائد البي قوة ان زائد واحد. هيك صار الشكل عندنا. هسه هون هذا
اللي هو الباسكال ايدنتيتي. خلوني افرجك اياها الباسكال ايدنتيتي اللي هي الباسكال ايدنتيتي. هيا كاتبها هون الدكتور. كاتبها ومش فتحها. خلونا نشوفها احنا وعنا واحنا بنشتغل. هاي هي الباسكال ايدنتيتي. تمام. يعني هسه بيصير عنا ايش الوضع ماشي. يصير عنا احشير عنا يساوي A قوة N زائد واحد. لاحظوا دققوا عليها واحنا شغالين عشان نشوفوا انه كيف يعني التطبيق. summation K يساوي 0 لان ناقص واحد. تمام. وهاي ايش عنا هسه هون N choose K plus 1 بس N choose K. هسه هاي راح تكون N choose K plus 1. السبب انه N choose K plus 1 يعني عوض K plus 1 جوا محل الاي عوض K plus 1 يصير n choose k plus 1 زائد n choose k اللي هو اللي عندنا اياها احنا a قوة n ناقص k b قوة k زائد 1 زائد b قوة n زائد 1. تمام. هسه فعليا هذول الحدين اللي هون نقدر ندمجهم بس هصير من k تساوي سالب 1 لل n بس ندمجهم. يعني عوض k تساوي سالب 1 راح يطلع عندنا اللي بدنا اياه اللي هو n choose 0 a قوة n زائد 1 b قوة 0 هي يعني يعني 1 طلع. عوض k تساوي n راح يطلع معنا الترم الأخير اللي هو هاي n plus 1 لازم هاي n plus 1 choose k plus 1. تمام. يعني هاي n plus 1 choose 0 عوض كمان n يصير عندنا n plus 1 choose n plus 1 الb قوة n زائد 1 فتمام الأمور. فبيصير عندنا ايش؟ يصير عندنا يساوي summation من k يساوي سالب 1 ل n n plus 1 choose k plus 1 a قوة n ناقص k b قوة k زائد 1. هسا احنا بدناها تكون ببلش من الصفر فايش بنحط؟ بنحط زي هيك summation بنستبدل كل k في k ناقص 1 كل k مستبدل مكانها k ناقص 1. يعني تطلعوا هون على اليمين summation k ناقص 1 يساوي سالب 1 لحد k ناقص 1 يساوي n اجمع 1 اجمع 1 تصير summation نكتبها هسا عنا تصير summation من k يساوي 0 ل n زائد 1 وهنا بيصير عنا n plus 1 choose k وهنا بيصير عنا a قوة n زائد 1 ناقص k وهنا بيصير عنا b قوة k وانجزنا المطلوب. وايضا هسه ناخذ السميشن هاد وهاي المره نعدل على b برضه راح يكون بيزبط بيزبط وما فيه اي مشكله. هاي المره قلنا عبي راح نعدل. هسه summation b بدنا اياه يبلش من k يساوي 1 للn فايش بنعمل؟ بنحط محل كل k بنحط k ناقص 1 يصير k ناقص 1 يساوي 0 ل k ناقص 1 يساوي n ناقص 1 اجمع 1 على الجهتين بيصير ببلش من اللي بدنا اياه احنا. هسه بيصير عندنا ايش؟ a قوة n زائد 1 زائد summation هذا راح نخليه زي ما هو قلنا k يساوي 1 للn n choose k a قوة n ناقص k زائد 1 b قوة k زائد summation من k يساوي 1 لل n ل n choose k ناقص 1 ل a قوة n ناقص k زائد 1 b قوة k زائد a قوة n زائد 1 يصير عندنا a قوة n زائد 1 زائد summation من k يساوي 1 ل n n choose k زائد n choose k ناقص 1 لل a قوة n ناقص k زائد 1 b قوة k زائد b قوة هاي b هون زائد b قوة n زائد 1 بيصير عندنا
اي قوة ان زائد واحد زائد. هاي الطريقة صراحة اسهل او افضل من باب انه خطواتها اسرع مباشرة. يعني هذا صار هسا n plus 1 choose k، وهنا a قوة n ناقص k زائد 1 b قوة k زائد b قوة n زائد 1، ندمجهم مع بعض بيصيروا واحد، يعني summation واحد. summation من k يساوي 0 ل n زائد 1 n زائد 1 choose k a قوة n ناقص k زائد 1 b قوة k، هذا هو المطلوب. يعني على الحالتين بيزبط. لاحظوا هون بس كالأدي انت استخدمناها اللي هي n choose k plus n choose k ناقص 1 يساوي n plus 1 choose k، وهيك احنا خلصنا. اتمنى لكم الفائدة، واشكر زميلتكم اللي يعني حكت الملحوظة انه الطريقتين بزبطوا.